السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لطيفة البراقي ومقلة لطيفة. اليوم بحول الله غادي نديرو واحد نوع تاع الشلاضة منعش وتمكننا نرافقوه بجميع انواع اللحوم. هنا بحاجتنا لواحد فلفلة حمراء وواحد فلفلة خضراء وواحد البسطة يكونوا مقطعين رقاق اللي غادي نديروهم يتشحروا مع شوية زيت العود والملحة وشوية البزار. اللي ما تيبغيش البزار يدير شوية سكينجبير. نديرو هادشي يتشحر وفي نفس الوقت نكملو المقادير. تشحرو لنا هادو مزيان. وهنا غادي نحتاجو كيف تشوفو معايا نسر الطير اللي هي طيبتها غير في الماء. وهنا كيف تشوفو معايا محمصة فهي طيبتها غير في الماء. انا هاد المقدار 125 غرام 125 غرام. هنا غادي نحتاج واحد حك تاع الياغورت طبيعي وشويه تاع خل. غادي ناخذ واحد الاناء وندير فيه هاد الحمصه، نزيد هاد السكر ونخلط فيها الياغورت هاد سلاطة سهلة ونخلطوها في الماء تبرد ونقدموها. نزيد مقدار من خل التفاح، نزيد مقدار من زيت الزيتون، نضرب على هاد الزيتون فعلي نزيد ملحة حسب الذوق نخلط هاد لافينيك غير مزيان. نزيد هاد المقادير هنا تجي غزالة هاد الوصفة. شوفو هنا سلاضة نسر الطير والمحمصة والفلافل تجي على هاد الشكل. هي سلاضة خفيفة، وجبة سهلة وبسيطة تحماقوا عليها الدراري الصغار وحتى الكبار. صحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى.